بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه وعافيه يا رب. حبيباتي الغاليات، كما قلت لكم في الفيديو ديال البارح، قلت لكم هذا التقسيم هذا ديال 1150 درهم لاربع حتى لخمسه الاشخاص. هنايا بعض الاسر ما عندهاش، يعني كتبقى لها 1150 درهم وهما اربع حتى لخمسه الاشخاص. اربع الاشخاص هنايا، هذه الميزانيه، هذه اربع الاشخاص وقدر توصل حتى لخمسه الاشخاص. مشوا معايا هنايا، التقسيم ديال البارح كان فيه 9 د الاضرفه، التقسيم ديال اليوم فيه 6 د الاضرفه. يعني هنايا هاد التقسيم هذا ما فيه المصاريف الثابته، ما فيهش الحليب والظرف ديال الحليب، وما فيهش الطوارئ، وما فيهش التحدي. يعني هنا محيدين منه هاد الاربعه ديال الاضرفه، لانه كاين ديال هذا ديال الثابته ما كاين في ديال البارح وما كاين ديال اليوم. المصاريف الثابته الضو والماء والتليفون داكشي. اوكي، هنايا عندنا قلنا 1150 درهم تكفينا لاربع حتى لخمسه الاشخاص بحالاش. هنا غادي ندير لها 6 ديال الاضرفه. عندنا الظرف ديال الهري، والظرف ديال اللحم والدجاج، الظرف ديال الحوت، الظرف ديال الخضره والفواكه، الظرف ديال الغاز، والظرف ديال البيض والعطريه. سمعتوا حبيباتي، شدوا ورقه وقلم وسجلوا 6 ديال الاضرفه. 1150 درهم من 4 حتى 5 الاشخاص، ظرف الهري، ظرف اللحم والدجاج، وظرف الحوت، وظرف الخضره والفواكه، وظرف الغاز، وظرف الغاز يعني البوتاغاز، وظرف البيض والعطريه. هنا هاد الاضرفه هادو اش غنديروا فيهم؟ هنا هاد 1150 درهم كاين السيدات اللي غيعطيها الزوج ديالها 1200 درهم، 1150 درهم، 1300 درهم، وغايقولها بحال البارح. الظرف ديال البارح قلت لكم الا ما عندكم طواري وما عندكم ما والتحدي، يعني تقدري تمشي 5 حتى 6 الاشخاص ب 1300 درهم. هنايا عندك 1300 درهم وبغيتي انت تقدري ديري منها تحدي، غتبقى لك 150 درهم. غادي انت تشيطي راسك 150 درهم، 1300 درهم. عندك 1200 درهم كيعطيها لك الزوجه، كتقدري تخلي 50 درهم، سواء تخليها للطواري غنزيدو ظرف غتولي 7 ديال الاضرفه، او 50 درهم غادي تدخليها في شي تحدي او في شي قرعه. هاد 6 ديال الاضرفه الاربعه حتى الخمسه ديال الاشخاص اللي هي 1150 درهم، اش غنديرو؟ غنديرو 500 درهم للهري، ولكن هاهي 500 درهم للهري، ولكن تقدري ديري غير 400 درهم للهري وغادي الى كما قلت. راه هادشي ما تضحكي على راسك، ما نضحك على راسي، ما نضحك عليك حتى واحد. الضروريات، الاقتصاد، التدبير، قرعه الصابون حيدها على الدراري ديال امها، الصابون ما كاين حيدو على الدراري، الصابون ديال اليدين حط غير القياس هكا في القريعات باش الدراري ما يبقاو يخسر. غادي تكوني الا ما كنتي كتراقبي هادشي غيرت في هذا الفيديو وسيري دخلي لعند شي فلوغ. علاش؟ لانه راه كاينه كتجي كتقول لك انا راه كنشد 1000 كيعطيني الزوج ديالي 2000 درهم، حنا اربعه الاشخاص وما كتكفينيش، راه خاصني نجي ونشد لك العصا ونعطيك وسمحي لي غادي نضربك. علاش؟ لانك هاد السنين كامله كنتي معايا، هاد السنين كامله ما شديتي انت ودنيك وما قرصتي راسك وما خاصمتي راسك، شكون اللي غادي يخاف عليك الا ما خفتي على راسك؟ وشكون اللي غادي الا كنتي انت ما كتخافيش على راسك، شكون اللي غادي يخاف عليك؟ راه حتى واحد ما غادي يخاف عليك. راه هذاك اللي جيت مديلو يدك تسلفي عنده راه كيحتقرك، كيضحك عليك، كيذلك، كيحسك ماشي ورغم ذلك راه ما كاين اللي ما كيتسلف. ولكن السلف لا يعني على انه حياتنا كامله نعيشوها سلف، فهمتوا؟ حاولي انتي تكفي راسك براسك وما تدلي راسك لحد. كما قلت هاد ربعه حتى لخمسه الاشخاص تقدري 400 حتى 450، وكل هادوك هاد التقسيمات اللي قلت لكم راه تقدروا تنقصوا. يعني هاد 500 درهم راهي كافيه، راه بالتجربه جربت، راني قلت لكم جربت، راه عندي اشياء بيت الخزينه ومشيت شريتها في هاد الشهور هاد الاثمنه ديال دابا. ولكن الضروريات، انا قرعه الصابون كتديني اربع شهور حياتي دابا صافي كامله، ثلاثه القراعي كتديني العام، هادوك القراعي الكبارات ديال الصابون او المواعن. ولكن تشرو داك الخاطر وما تشروش داك اللي لونه ابيض بحال الحليب، كتشرو واحد خاطر اوني. الماركات الاخرين كلشي انا ما مصلحوش معايا، داك اوني العجينه حتى هو كيديني شحال السطل به
كنصاوب جوج بيدوات ثلاثه اربعه خمسه كنزنو غير شويه وكندير به بيدو ديال 5 يترو كيبقى عندي. والله العظيم الا باقي عندي الباط واحد الباطا وريتها لكم لاني خليتها وبقيت كنهز القراعي وباقيه عندي من اللي كنت وريتكم. والقراعي كنستعملهم الا كنت انا بوحدي في الدار كنستعمل قرعه 4 شهور، يعني ثلاثه ديال القراعي صابون الموعد كيدوني السنه كامل. قلنا هنايا الهري 500 وغادي توفري منها 50 درهم بحال التقسيمات ديال هاد اليومين اللي دازوا. عندنا هنا اللحم والدجاج ولا الدانت غادي نديروا له 170 درهم، ضروري تمشي ب 170 درهم ضروري، غير تبني غير بني، حنا ما بغيناش ناكلوا الدجاج وعمره هنا، بغينا غير نبنوا، ما كاينش ما كاينش. وهاد الحياه اللي حنا فيها وهاد الوقت اللي حنا فيها، عندك فلوسك رانك حتى الناس كتحتارمك، ما عندك فلوس راه الناس كتحتقرك وانت كتحتقري على راسك. انا ما كيهمنيش الناس اش كتشوف عليا واش كتقول عليا واش كدير، انا كيهمني انا راسي ما نزلش من عين راسي. ملي انا يجيني ولدي مريض او ضاري او تلفاستي خاسره او تلاشي خسرت او انا محتاجه لشي حاجه او انا بغيت نمشي ندوز عند الطبيب او انا ممكن نجي ما كنلقاش عندي ادخار، انا كنطيح من عين راسي وكنمرض وغادي نمرض اكثر نتازم اكثر. فهمتوا؟ وانا شفت بهاد العين هذه اللي غادي ياكلها الدود، شفت ناس ما يعني شنو نقول لكم، متدينين محترمين شاد ماشيين تحت جنب الحيط، ولكن ما عندهمش الدراع، ميت بارد، ما عندهمش الدراع، ما عندهمش التفكير باش يجيو بحال شي يخدموا بحال شي، والدراع بارد. وملي كيدخلوا على شي مجتمع، شي اجتماع، شي عائله، شي هكا في العائله حتى واحد ما كيديها فيه، علاش؟ كيقيموه على حسب، لانه ملي ما كيكون عنده والو كيكون كيحتاج الناس كتشوفي كتافه مدلين حاضر هو راسو كتشوفي هكا ماشي، وكتافك الا ما كنتي جالسه وهازه راسك الناس من الهبطه ديال كتافك من داك الضغط ديال الحياه على كتافك الناس كتعطيك قيمه. وشفت ناس جايبين فلوسهم من اماكن غير 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 مشروعه وهذا، وما عندهم مقارين ما غير متدين وكل شيء، والناس تعطيهم عطيهم قيمه وينوضوا لهم وشخصيات كبار ويعطيهم قيمه. ولكن انا ما عنديش سوق في هاد الناس، انا ما بغيتكمش تكونوا بحال هاد الناس، انا بغيتكم تكونوا بحال هاد الشاد جنب الحيط ومتدين ومحترم وما فيه مشاكل، ولكن هز كتافه وعنده فلوسه ومخدم عقله مع دراعه. لهذا هنا اللحم والدجاج قلت لكم 170 درهم نفس الاقسيم ديال الاول، وهنا ما غنقول لكمش سيروا زيدوه من شي بلاصه، لا تقدري الا شاطلك من ظرف الهري تزيديه، ولكن انا بغيتك تمشي بهذا التقسيم هذا ديال الدجاجه. تقولي لي اربعة حتى خمسة الاشخاص، يا لا انا انت سولتيني قلتي لي انا بغيت ندير الدار، بغيت نقري ولادي، بغيت ندير كذا كذا كذا، واش تقدري تعاونيني؟ درت لك التقسيم. اسمحوا لي خطر التصوير رجع عندي شي حد. المهم حبيباتي كما قلت لكم انتيا ما تقوليليش هذا الشيء، انا إيه عندي 1150 درهم او 1200 درهم وحنا 4 حتى 5 الاشخاص وهذا الشيء اللي عندي، ولكن درتي لي 170 درهم ديال اللحم راه ما تكفيني، ضروري تكفيك، ضروري حبيبات تكفيك. ديري طاجين ديال الخضره جوج خطرات في السيمانه، طاجين ديال الخضره كاين في القناه درتو، ديري القياس الخضره، جيبي الخضره اللي الضرورية عفوا، جيبوا الخضرة الضرورية، جيبوا الضروريات من الهري، غتجيبي غير الضروري، ضروري تكفيك. علاش؟ الوقت قاصحة، قاصحة بزاف ياك. بزاف ديال البنات كيجيو كيقولوا حنا كنفرقوا الميزانية وكنقدروا، كيجيو الضيف كيخرجوا عليهم. واجه هاد الضياف، حنا في ازمه، حنا دابا في ازمه، اللي عنده دارو يشدها. حتى انت وبزاف ديال السيدات كتقول لك انا مشيت عند الوالده ديالي ويومين ثلاثه طلع لها الدم، دخلوا للجروبات وشوفوا في الفيسبوك، سيف طلع الوالده ديالك الدم، ديك 500 درهم اللي كتشد من لاغوتغيت ديالها او 600 درهم او 700 درهم او حتى 1000 درهم او حتى 2000 درهم ما كافياهاش، وانت تجيبي ليها ولادك، هذيك راه مينتك إلا ما حاولتي عليها أنت شكون غادي يحاول عليها؟ لا تعطيها لا تعطيك، غير شدي وليداتك في دارك صلة الرحم
مشي طلع الواده ديالك ورجع انت وليداتك. الوقت دابا حنا العالم كامل 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 راه ماشي جاي دابا كنقول لكم هذا، راه هادشي الواقع راه عايشينه. واكيد هاد القناه راه ما فيهاش مرات شي واحد في البرلمان، ما فيهاش مرات شي مستشار كبير، ما فيهاش مرات شي والي، ما فيهاش مرات شي كوميسير، ما فيهاش مرات حنا راه كنتكلموا مع الطبقه ديالنا وما فيهاش صحابات القنوات ديال الاشهارات وديال دخلت عندها التيك توك، عندها الانستغرام كتدخلنا الفلوس، عندها الاشهارات كتدخل من الفلوس، عندها القناه ديالها كدير فيها المشاكل داكشي ومدخله تجيب مليون ديال المشاهده في يومين ثلاثه. لا حنا حتى صحابات القنوات المشاركين في قناتي غير بحالي، يعني الدخل ديالهم حتى من اليوتيوب تقريبا بحالي 3000 درهم الشهر اللي ضربوا كنخدموا فيه مزيان كنجاوبوا فيه 3000 درهم الشهر اللي نخدموا فيه مزيان كنجاوبوا فيه 3000 درهم الشهر. كتكون فيه المشاهده الفيديو في النهار الاول 16000 18000 20000 ويوميا كل فيديو كتحطيه يوميا ما تمنكيش نهار. والاشهارات كاينين دابا هذا الشهر هذا اللي كنهضروا معكم فيه، حتى صحابات القنوات حتى الكبار راه واخا كاين المشاهده الاشهارات راه قلال ما كاينين، كاين الفيديوهات اللي يخدم عليها الاشهار راكم لاحظتوها، راه حيدونا الاعلانات بزاف، راه كتخدمي الفيديو ما كتلقايش فيه اعلان، تخدمي ما تلقاي فيه اعلان، تخدمي يلا تلقاي واحد الاعلان، تخدمي 10 مرات ما فيهش الاعلان. فهمتوا راه الوقت صعيب على كل شيء، على كل شيء، على كل شيء. لهذا الا ما انت حنيتي في راسك، شفقتي على راسك، قرصتي راسك، خاصمتي راسك، سيري وخاصمي يقولوا يا راسي علاش كتضحك على راسي. راه الا ضحكوا عليك بعض الناس كتشوفيها وكتفهميها، ولكن ملي كتضحكي على راسك راه صعيب تفهمي يفهم الانسان على انه راسو كيضحك على راسو. فهمتوا راه نقدروا نطلعوا مع واحد الشيء خاصه بلا تقلميم، الا طلعتوا مع الشارع الواد ها اللي بيع القبطات في المدرسه كتقولي بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه، ولكن واش صالحه ليا هذيك؟ واش صالحه الميزانيه ديالي؟ انا خاصني الميزانيه ديالي ماشي نشدها باش نمشي نتقدى، انا خاصني ندير لها ليست ديالي باش ملي تخرج الميزانيه ديالي نهز منها البودجي ديال 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 ديبونس ديال الاستهلاكات ونخلي فيها. راه الراتب ما خصوش يمشي كلشي في ما خصوش يكون مقاد مع الدخل ديالنا مع الاستهلاك ديالنا، راه الراتب خاص يكون هنا والاستهلاك يكون هنا. الا كان الاستهلاك زايدو الكراء يكون هنا، الا كان الاستهلاك زايدو السياره يكون هنا، والباقي هاد 30% او 40% تمشي ما بين الادخارات وما بين الاظرفه ديال الملابس ديال السنويه، 10% تمشي للاظرفه السنويه، الملابس، العيد، رمضان، الصحه، السفر الا كان عندنا، الا كنا ضروري نسافر عند الوالدين ديالنا، وديال التامين ديال السياره وداكشي، و 30% تمشي للادخار. اما الى جينا هالراتب هالاستهلاك راه النهار يطيح الراتب فين غتجيبي هاد الاستهلاك اللي تعودتي عليه؟ لانه كيفاش يطيح الراتب؟ الله يستر كاين اللي كيخرج من الخدمه، كاين اللي راه خاص اي واحد خدام 3 شهور، هذه 3 شهور ضروريه يعني من غير 6 شهور، راه القاعده ديال الاقتصاد كيحطوا خبراء الاقتصاد خاص كل شخص يكون عنده راتب 6 شهور مجمعو في البنك. اكيد ما غادي تشديه وتجمعيه، ولكن كتداخري من كل شهر حتى يولي عندك في البنك 6 شهور راتب العمل ديالك ديال كل شهر. بحال مثلا كتشدي 6000 درهم في الشهر، خاص تكون عندك 6000 درهم 6 المرات. هذه علاش؟ هذه ديال الازمات، هذه ديال معالجه الازمات، وهذه هي اللي كنت هضرت لكم عليها. الدول العربيه وخاصه حنا المغرب ما عندهمش معالجه الازمات، ولكن حنا في بيوتنا بغينا نديرو معالجه الازمات. علاش خاص 6
شهور تكون عندنا، ولكن صافي 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 يعني ضاربين هال يعني ما كنعرفوش حتى شي حاجه، خاص تكون عندنا 3 شهور. علاش؟ غتخرجي من الخدمه خاصك ام باش تخلصي، انت خرجتي من الخدمه صافي وقف الراتب ديالك ما كاينش. حنا في المغرب ما عندناش شوماج، كتخرجك الخدمه كتبقاي عندك طريطه، عندك سياره طريطه السياره، عندك طريطه ديال الدار، عندك ما نعرف شنو، عندك مصاريف ديال الصحه، شي حد مرض مزمن عند شي واحد في العائله ديالك، عندك الكرا، عندك الضو، عندك يعني ما غاديش يخرجوك من الخدمه وتخرجي من الكرا وتوقفي السياره وتوقفي الطريطه اللي كانت ديال الدار، توقفي الدراري المدرسه، توقفي الاكل، توقفي الشرب، ما يمكنش. لهذا خاص عندنا اداره الازمات تكون عندنا في الحساب البنكي ديالنا، باش ملي نخرج انا يخرجوني من الخدمه نلقى باش ندي نعالج هذيك الازمات. ما غاديش نصرف هذيك 6000 درهم 100% في الشهر، ولكن على الاقل الفواتير الثابته والطريطات وداك الشيء نلقى باش نخلصهم. لهذا 6 شهور او حتى الا بغيتي ديري مشروع وضربتي الحساب ديالو خاصك على القليله 6 شهور توجدي له المصاريف الشهريه ديالو، ما تحسبيش على انك راه غادي من الشهر الاول غادي يكون عندك الدخل ديالو. فهمتوني؟ هذه القليله، هذه اداره الازمات. حنا قلنا ما خرجوك اسيدي من الخدمه، ما خرجوك وبقيتي خدام حتى شديتي لاغوتغيت. واش عمركم لقيتو شي واحد لاغوتغيت ديالو الراتب ديال 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 التقاعد ديالو قدو قد فاش كيشتغل؟ لا، راه كينقص، راه كاين اللي يحسبوا له النقاط شحال عند شحال اشتغل من الوقت اللي خدم فيه. كاين اللي كيقولوا ليه يعني واخا كيشد نقولوا 10000 درهم غيعطوه في التقاعد ديالو غير 3000 درهم او 2000 درهم. علاش؟ الوقت اللي هو اشتغل عندهم ما كانش لانه فين كيجي هاد التقاعد؟ هاد التقاعد كيجي السنين اللي خدمتي فيها كنتي كتحطي، كانوا كيحيدوا لك التقاعد ديالك، كيحيدوا لك التقاعد ديالك، كيحيدوا لك التقاعد. تصوري انت الزوج ديالك او انتيا اشتغلتي يلا 10 سنين وشديتي التقاعد، يعني غادي يخرجوا لك الراتب التقاعد ديالك على حسب ديك 10 سنين، راه ما يخرجوه لك من نهار ولات عندك 21 سنه او النهار اللي كملتي الدراسه ديالك او النهار اللي دخلتي سوق الشغل. راه خدمتي في هذه الشركه وفي هذه الشركه، ولكن هذه هي اللي تلات في المغرب شديتي فيها التقاعد ديالك، او عاد هذه هي الوظيفه اللي خدمتي مثلا مع الدوله، بلديه، ولايه، كاتبه في شي اداره، معلمه، استاذه، هذا كيعطوك على ديك السنين اللي خدمتي فيها التقاعد ديالك. ايوا تصوري انت التقاعد ديالك كنتي كتشدي مليون او 8000 درهم او 9000 درهم او 6000 درهم او 7000 درهم او 5000 درهم او 4000 درهم وخرج لك التقاعد ديالك 1500 درهم او 2000 درهم، المستوى المعيشي ديالك غيختلف. يعني الشهر الاول ديال التقاعد بوف غطيحي الارض. حاولوا فكروا من دابا الا كان عندكم كريديات مع الابناك ومع هذا، حاولوا تبعدوهم على التقاعد ديالكم، على وقت التقاعد ديالكم يكونوا ساليتوهم سنين قبل. هذا الشيء علاش انا كنقول لك ديري الدجاجه دابا شهر كامل وربما ما تشريش اللحم هذا الشهر وربما ما تشريش الحليب هذا الشهر الا كانوا الوليدات كبروا، باش تقدري واحد الوقت نفسي تكون عندك ما غاديش تزيري، ما غاديش يجي التقاعد وزير يبقى عندك طريطات، يبقى عندك كريديات، يبقاك باقي ما درتي الدار، يبقاك باقي ما درتي بزاف الحوايج. علاش؟ لان التقاعد كينقص. وحتى لو كنتي خدمتي واحد السنين طويله راه التقاعد ماشي هو هذا هو الراتب في الاساس ملي كنتي خدامه. التقاعد راه كيكون هنا وانتي كنتي عايشه هنا، تراك جيتي طايحه هنا التقاعد هبط وهبطي معاه. فهمتي؟ السيدات اللي عندهم باقي خدامين وهذا وكيساعدوا مثلا الاسر ديالهم، اختك، خوك، ولدك، بنتك، ولدك وبنتك مثلا كتعطيهم واحد النسبه شهريه، حاولوا ديسكوتيوها يعني جلسوا ناقشوها، خليه يعتمدوا على انفسهم، لانك انت ما يمكنش تبقاي حياتك كامله تعطيه، راه غيكون التقاعد، راه الادخارات ديالك غيتقادى وراه غادي تحتاجي، ما كاينش. كل واحد يعتمد على نفسه، اعتمدوا على انفسكم وحاولوا
حاولوا حاولوا السيدات في هذا الوقت اللي حنا فيها، راه خاص جوج الافراد يشتغلوا يخدموا والانجاب يكون حتى يكبر واحد الوليد يكبر، باش ما يكونوا بجوج ديال الكوش بجوج الحليب بجوج المرض بجوج هذا، كبري بعدا كاين هذاك وحيدي حتى نشوفوا هاد الازمات فين غيمشوا فين غيديروا. واش حنا في ازمات وما عارفينش العالم فين غادي وما عارفين الحياه فين غاديه وما عارفين هادشي، غير كيطيح على راسنا النهار كيزيد لنا في سميتو وكنزيدوا والراتب ما كيزيدش وكنزيدوا وكاريين والكريديات وما عرف شنو وكنزيدوا سميتو. انا ماشي ضد الانجاب، انا مع الانجاب المقنن، يعني دير له واحد القانون فين تتولدي يكبر شويه عاد تولدي حتى تحيدي بعدا كاين اللي كلش منو داكشي عاد تولدي، يعني فكروا فيها مزيان فكروا فيها مزيان. راه راه تقدري اللي شديتيها غادي تمشي توكليها وتلبسي مزيان وكلشي، ولكن اشنو عندك شنو تحت منك شنو تحت منك؟ لهذا هاد سته ديال الاضريفه ديال 1150 درهم لاربعه حتى لخمسه الاشخاص خاصك لاله ما تفوتيش 500 درهم لهري وتحاولي انت تقتصدي فيها، وخاصك ما تفوتيش 170 درهم في اللحم والدجاج ولا دان، وخاصك ما تفوتيش 50 درهم في الحوت والخضره ما تفوتيش، والفواكه 300 درهم كل 10 ايام 100 درهم، الغاز 80 درهم راه خاصك تحاولي على واحد القرعه ما تشيها كل شهر، شهر جوج وشهر وحده، شهر جوج وشهر وحده، شهر جوج. وحاولوا السيدات اللي كتلقى القرعه ديال الغاز ديالها كتقاد ليها 15 يوم، راه الخطا منك، شعل الكازرونه هنا 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 وديري البرمه فيها بزاف الماء كيفيض وديري الماء بزاف في السليق اللي بغيتي تسلقي، حاولي تبخري في كسكاس واحد او الغاز عندك كيطير دور كتشعل الفران ساعه قبل ما طيبتي فيه، لا الفران راه جوج دقائق ثلاثه دقائق كيسخن، راه دقيقتين ديال الغاز كيسخن ديال الضو كديري ثلاثه اربعه ديال الدقائق هو سخون، راه كاين كتخلي الفران يا باقي ما نط كاع دير الحلوه الكيكه ديالها باقي كتفكر كتمشي تشعل الفران يسخن. حاولي تستغلي الفران لشحال من حاجه، بغيتي تعجني الخبز ديري الكيكه معاه فهمتي، حاولوا حاولوا واحد البنا عندي ما عرفتش دخلت غير كدور معايا. المهم قلنا هذا الشيء هو هذاك ملحف، راه هاد الملحف عاود ثاني راه من دوك الغلاظات راه مبرزطاني. المهم حيه البنه برزطتني حتى هي. المهم هاد 1150 درهم لاربعه حتى لخمسه الاشخاص فيها سته ديال لي زونفلوب اللي هما سته ديال الاضربه، حاولوا تمشوا بها واني بكم وراني نحبكم كاملين وراني بغيت لكم كاملين التوفيق، والله ان شاء الله يدوم هنا علينا وعليكم ويكثر رزقي ورزقكم ان شاء الله يا ربي، تعطي تفتح لنا ابواب الرزق من اوسع اوسعها وتحفظنا من الامراض وتسهل علينا جميع البشريه، واني بكم وراني نحبكم كاملين.